بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل اليوم الجزء الثاني من المحاضرة رقم 5. كنا بنتكلم، احنا بنقول على الرصاصتين. تكلمنا في الجزء الاولاني وقلنا اذا البيبي بدا ياخذ بريث بعد ما عطتي له انت الانفليشن. وانا للامانة عايزة اتكلم شوية على الانفليشن، ارجع المحاضرة الثانية اشوف اللي هي حكاية الانفليشن اللي بتعطي 5 بريث. تمام، اذا البيبي از فاين مع الانفليشن، وهنعرف ايش الفرق ما بين الانفليشن والفنتيليشن. تمام، الانفليشن انت بدك تخلصي البيبي من بسموها نفخ، فانت البيبي في قلب الالفيولاي بيكون في موجود ايش؟ موجود اللي هي امنيوتيك فلويد في حوالي 100 مليلتر، وانت بالانفليشن اللي هي انت بتنفخ في اللنج، هنعرف كيف هلقيت هننفخ اللنج وكيف السرعه. انت بتخلصي البيبي من هدول بروح على الليمف، وانت بتعمل انفليشن بتدي فرصه للهواء تبعت النورمال فنتيليشن للبيبي انه يصير. يبقى الانفليشن معناها نفخ، الفنتيليشن معناها البريذنج العادي، هتكلم عليها هلقيت. تمام، في حاجه كتير مهمه قبل ما انا نستعمل اللي هي الانفليشن، هاي بدي احط على الصوره هذه. الانفليشن هذه عباره عن تستعمل الامبو باج، والسايز هذا موجود على النوز عم ماشي اناتوميكال. اناتوميكال يعني جاي الجهه الصغيره اتجاه النوز، والجهه الكبيره جاي اتجاه الماوس. ونشوف كيف الماسكه تبعت الايد، زي قلنا اتفقنا على حرف اللي هي زي السي. واحد ممنوع احنا نحط هنا على اي حاجه سوفت، يعني هذول الايد لازم تكون موجوده على الحاجه اللي هي الهارد تبعت اللي هي البيبي، وهي البيبي جاي في نيوترال بوزيشن. طبعا حكينا انه لازم الكوريكت سايز اوف ذا بيبي تو بريفنت ليك اوف ذا اير اوكير ان انفليشن اوف ذا باج، عشان ما يتسرب الهواء. واحنا بنصير نعرف ونصير نقول هاتوا لنا امبو باج والماسك. طبعا امبو باج مع الماسك، الامبو باج لازم يكون في ماسك، والهاك هذا بيكون اللي هي فيتال او طبعا ادلت. لا احنا عندنا فيتال وعندنا لازم يكون صغير، ولازم يكون كفر ذا نوز اند ذا ماوث لعند ما يصل للتشن. تاني الماسك لازم اسمه اناتوميكال زي الاناتومي، كفر ذا نوز ونازل تحت كل الماوث لعند التشن، وشايفين الماسكه هذه. تمام، ذا ماسك شود بي رولد انتو ا فيس، رولد يعني محتويه كله، رولد يعني جاي عليه ملفوف عليه. يوزنج ا ستيم اوف ذا ماسك، توجد اللي هي حفه الماسك لايك اللي هي شامبانيان جلاس، يعني بقول لك زي الكوبايه اللي هي لما تيجي تنحط على التم to hold its position عشان نحطها في البوزيشن. تمام، يعني هي ملفوفه زي يعني الكاس اللي بيشربوا فيه، وهذا بيعمل سيلد. سيلد يعني اللي هي انت بتسكري عشان كل الاير اللي بالماسك يروح على البيبي بالنوز وبالماوث. The soft of the soft part of the mask should not be touched as this may distort its shape and leak of the air. ايش الماسك؟ نشوف اللي هي السوفت بارت في الماسك. مين السوفت بارت في الماسك؟ هاي هذا السوفت بارت، هي طبعا هذا الهارد انت بتروحي ماسكه عليه الهارد، وفي ما بينه ماسك مش ممكن الا بتشوف الاسبيره. لو احنا مسكنا طبعا هاي الامبو باك، وهنبدا نعمل نشوف الطريقه اللي هنعمل فيها الانفليشن. هيو ماسك الماسك، وكيف ماسكه بالطريقه اللي هي الاصابع اللي هي 1 2 3 4 ماسكات، 3 ماسكات عاملات زي السي، والاثنين اللي فوق مسكات على المنطقة الهارد، وهذه طبعا بدها تكنيك. نكمل. The bag when annually compressed will deliver a positive pressures of 30 يعني سي ام كربون، يعني هي بريشر، بعطيه قديش نعطي بريشر اللي هي البريشر اسمه سي ام اتش او 2 اللي هي الميجر بتاعت البريشر. بس ناخد بالنا يا صبايا، يعني هذه بدها تكنيك معين، ولازم انت تاخدي ادفانس لايف سبورت اوف نيونيت، يعني مش حاجه سهله. قديش البرشر ما يكونش تو ماتش برشر، لو انت عملتي تو ماتش برشر ممكن تعملي تو ماتش بروبلم للبيبي وتعطيه كربون دايوكسيد، يصير عنده بيج بروبلم، تعملوا له تو ماتش انفليشن. فهو هذا اسمه لعند 30. ليش احنا بنعمل قلنا هذا الانفليشن؟ الانفليشن هو النفخ. جيف ذات ذا الفويل ار فيلد وذ لانج فيود، هذا شيء طبيعي. This pressure should be applied early for 3 seconds. Sorry. This gives the alveoli filled blood with lung. The pressure should be لثلاثة. عشان كده بدنا نشوف كيف الثلاثة سكند احنا نعملهم. هاي عنا طريقة معينة
نعملهم في 3 سكند، 3 سكند نشوف الثلاثة في 5 اللي هو بيطلع منا 15، كيف نجمعهم عشان يطلع عنا اللي هي في 15 ثانية يطلع عنا اللي هي 15 بريث. هنحسبها هلقيت هلقيت مع بعض. تمام، اتفقنا تاني انه البيبي المولود نورمالي بيكون موجود فيه شوية من الامنيوتيك فلويد في اللنج، العكس البيبي السيزيريان بيكون موجود كمية كبيرة منه لانه ما تعرض للسكويز اثناء البيرث كانال. عشان كده معظم البيبيات اللي بنولدوا بسيزيريان سكشن يا صبايا بيطلع عندهم اللي هي ويت لنج، بيكون فيها الالفولاي ملانة فلويد كتير. لكن البيبي النورمالي بيكون حوالي 100 ملليلتر، اول حاجة بدنا نتخلص منهم عشان تصير اللي هي تشتغل اللي هي اللنج. كيف نعمل الانفليشن؟ نشوف. طبعا حكينا انه لازم يكون 3 سكند كل مرة بنعطي اللي هي البرشر، كل مرة بنعمل سكويز. ارجع للصورة هذه، كل مرة بضغط هنا هتاخد كل مرة 3 سكند، حنشوفها كيف 3 سكند. With time take to take difficulty steady count، وهنا هقولكم يا اسمعوني 1 and 2 and 3. خلص خلصنا، هذا اخد ايش 3 سكند. عيدي تاني 1 and 2 and 3 وتكمل. بعدين ايش هذا؟ ابلاي هاي 3 سكند تو بيجن بروسيس فورسينج along انتو lymphatic درينج اوف لانج. هادي بتطلع كل اللي هي الفلويد للليمفاتيك درين لللانج. بعدين ايش بنكمل على طول 1 and 2 and 3 2 and 2 and 3 3 and 2 and 3 4 and 2 and 3 5 and 2 and 3. هذول لو جمعتين عشان قديش انا حكيت، حكيتهم ستيدي، والستيدي هذا لازم تفهم الطريقه. 3 هذه 3 هاي انفليشن، 3 في 5 بطلع 15 5 انفليشن بريث 5، كل واحد بياخذ 3 ثانيه. فاحنا بايش بنعطي 3 في 5 15 ثانيه. لما انت تعطي في فول مينت بتعطي 30 بريث، وانا البريث اللي عايزه اوصل له. اعيد تاني، الهدف من الانفليشن نعطي 5 انفليشن بريث عشان نخلص اللانج من الامنيتيك فلويد، وبنعطيها كل انفليشن كل نفخه مدتها 3 سكند، وهو يعني يحدث كالاتي 1 and 2 and 3 2 2 and 3 3 2 and 3 4 2 and 3 5 2 and 3. وهذول يا جماعة بطلع عن 15 انفليشن، بطلع عن 15 في 30 في اللي هي نص، يعني 15 اللي هي نص اللي هي الوقت. فلو انت ضربتيهم بطلعوا عندك اللي هي اضربيهم، يعني عندك بطلع 3 في 5 عندك 15 ثانية. وانا لما بقول بدي 15 ارجع اعملي لهم دوبليكيشن بتشوفي قديش بيطلع عندك اكم بريث في الدقيقة. انت ارجع تاني اعملي لهم دوبليكيشن بتشوفي اكم بريث في بيطلعوا عندك في قلب اللي هي الدقيقة. يعني اذا بيطلع عندك 15 بدي يطلع عندك 15 و15 و15، فبيطلع عندك 15 و15 بيطلع عندك 30 بريث في اللي هي السكند في الدقيقة سوري. تمام نكمل. قلنا 5 انفليشن في 15 ثانية، هذا اللي بنوصل لعند انا بدي اياه يصير يطلع كله اللي في اللنج. نكمل. ال 5 انفليشنز بريث شود بي sufficient تو كلير ذا لنج فلويد تو ميك اير روم فور ذا اير. يعني المفروض هذول الخمسة انفليشن ان انعمل في ال 15 ثانية، انا لسه ما خشيت على البريذنج، يعمل لي روم، يعملوا لي مساحة انه الاير يخش ذا اللنج. تمام. The baby should be covered but with its chest exposed، يعني اضغط البيبي، وهذه في الحالة مش هسيب البيبي يلعب كله، لازم كفر. وفي نفس الوقت بعمل ما كفر، واذا لاحظت انه انا انه اللي صار عندي اللينن
الشراشف صارت وتش ليها وغيريها على طول. وبعدين خلي فص التشيست عشان تشوفي اللي هي الموفمنت. Which size of an open airway can be seen and noted. تاني لازم انا وانا بشتغل نفس الوقت اني انا اعمل البيبي كفر وبخلي الصدر عشان اشوف الموفمنت. اذا انا اشتغلت الانفليشن الخمسة ولقيت ان once chest movement has been seen the mask should be removed to assist the baby spontaneously. تمام. And heart rate can be assessed. خلص اتفقت لقيت chest movement خلصت الانفليشن الحمد لله لقيت في chest movement اطمئنيتي جدا لقيت انه البيبي breathing stimulously خلص مازال البيبي صار breathing معظم المشاكل بتنحل والهارت ريت شود بي اسيست. طيب بيبيز مش كل البيبيات اللي ممكن يصير في اللحظه هذه انهم هم يصير بريذنج نورمال يعني ممكن شويه بريذنج لكن ممكن يتعب. اذا لقينا البيبي ذات ار بلو وذ جود ماسل تون ان هارت ريت والاوفر ليت 60 بيت بير مينت اوفن دو نوت نيد اني فردر اسيستنت. على طول وقفي بعد ما انت خلصتي الخمسه انفليشن تقفي شوي وبتصيري تعملي اسسمنت. لا اربع حاجات زي ما اتفقنا respirations او chest movement البلس ريت التون الكولر. اذا لقيت الحاجات هذه زي ما هو موجود عندنا البيبي شويه بلو لكن عنده جود ماسل تون الهارت ريت اوفر 60 وفي عنده خلاص وقفي تعمليش اي حاجه. ايش بنعمل في الحاله هذه؟ drying. واذا لقيتي بعد شويه ريحت البيبي ايش حالينا؟ ليف ذا بيبي. بين اي بروسيجر بتعمليها خلي البيبي يرتاح خلي البيبي يرتاح انه هو لحاله بصير ليت هيم ريسوسيتيت هيم سيلف. البيبي قوي اديه فرصه يرتاح. As soon as normal respiratory rate establish and their heart rate is over اللي هي 100 beat per minute the baby is giving. طبعا انا ما زلت اقول drying ودراينج give to mother skin to skin to cat. خلصنا احسن خطوة البيبي هيز جود البيبي صار اللي هي هارت ريت اوفر هارتي اعطيه لامه. لكن احيانا سم بيبيز ان كاتيجوري ان ذيس كاتيجوري مي نوت بريث سبونتانيوسلي بيكوز ذا يعني ذي ريمين تو ماتش اوكسين كربون اكسايد ان ذا بودي صار عندي حاجه ان ذا تيشو صار عندي هايبر كابنيا. مش كل الاطفال احيانا صار عندك اكوميليشن من الكربون دايوكسيد فهو انت مش كلهم بريذنج استيمولاسي. ففي الحاله هذه شو بنعمل البيبي؟ Ventilation breath are often recommended to provide 21 air and below اللي هي of excess carbon dioxide giving a rate 30 breath per minute مدة البريث اللي هي بتكون اللي هي 2 second. تاني أقول في الحالة هذه لقيت البيبي مش قادر عنده هايبركابنيا يعني حتى تنفس شفتي لكن عنده هايبركابنيا بنروح نعمل له ventilation. ايش الفرق ما بين الانفليشن والفنتيليشن؟ الانفليشن نفخ عشان تطلعي مش بريد وهذا مانداتوري في اي بيبي مانداتوري في اي بيبي بتلاقيش عنده بريذنج مانداتوري يعني اجباري على طول بتطلعي كل الاير من اللي هي سوري بتطلعي كل اللي هي الامنيوتيك فلود عشان تدي مساحه للاير. لقيت البيبي شوي هايبر كابنيا اروح اعطيه فنتيليشن بريذنج عادي 30 بريث هي 30 بريث وهذا طبعا له تكنيك او 30 بريك مش فنتيليشن هذا خلاص طلعتي الاولاني كفيل انه يطلع كل الامنيوتيك فلويد. هنا صار عندك فنتيليشن هو التنفس الصناعي بتعطي 30 بريث 1 and 2 and 3 ترجعي ثاني نفس القضيه بكون اللي هي المده تبعتها 2 سكند واتفقنا انه هنا 30 في 2 يعني بيطلع عندك 60 يعني بيطلع البريذنج النورمال ثاني 1 and 2 and 3 خلصنا البروسس هذه. طيب تمام اذا البيبي از فاين ترجع لنفس النقطه الاولى drying تعملي assessment لاربع حاجات. مين هم الاربع حاجات؟ الاربع حاجات respiratory respiration heart rate muscle tone color everything is fine dry and give to mom. افرض انه فينا سؤال انا من الكتاب جايبه if the baby not breathing if the baby is not breathing it is acceptable to blow oxygen into baby's first instead of using اللي هي البوزيتيف بريشر وذ الهيباجو ماسك. يعني اذا البيبي هو
ما تنفسش بالأنبوباك، يعني ما بالأنبوباك هذه يعني ما فيش، ما تنفسش بالأنبوباك إذا البيبي not breathing، مش هذا يعني. هل أنا في ناس بتقول لك ممكن البيبي إز إن هو ضايد، يعني حتى لو البيبي ضايد ومية ورحتي حطيتيه في نيوترال بوزيشن، أنت بتفتح الإير واي بتلاقي اللون صار عندك تشيست موفمنت. طيب افرض لا، احيانا بكون هذا سؤال جاي خاطر على باب الباحث، تعطي لي البوزيتيف بريشر فنتيليشن، طبعا ابسولوتلي اتس توتالي انبروبيرت، مستحيل ما نعملش الحاجه، ما نروحش ننفخ في وجه البيبي، لازم تحطي الماسك على تم البيبي على النوز والماوث. توتالي انبروبيرت فور تو ريزونز، يو ماست فيرست استابليش اوبن اير واي، بدك تفتح الاير واي. وايش الحاجه الوحيده اللي بتفتح الاوبن واي؟ هي نيوترال بوزيشن. ذا اونلي واي تو دي ذس باي جيفينج انفليشن بريث، طبعا انفليشن بريث انك تسد فيها النفخ يوزينج ذا تشست رايز باي فيث فنتيليشن بريث. اذا في المره الخامسه مفروض يصير عندك تشيل في انفليشن هي رايزينج باي ذا فيث، مفروض النورمال انه رايزينج، ما رايزش نوت رايز. If the time you spend not giving IBBV is wasted and the baby not receiving any benefit from you. خلاص إذا ما لاحظتيش إنه في المرة الخامسة ما تحركش مع الانفليشن، خلاص أنت بتضيع وقتك. Resuscitations في قصة تاني بعد، يعني افرض أنا اديت 5 inflation والبيبي is chest not breathing وما لقيتيش عندك heart rate، قصة تانية هتكلموا لكم اياها في وقت تاني. resuscitation gas now consists of the air and اللي هي standard not oxygen. air is a cold gas and if you blow this into a face of the baby you will quickly cool the baby. قررنا للقصة تاني، الهواء اللي انت بتجيبيه هذا اللي بتعطيه في وجه البيبي هذا مش لحاله اكسجين، not standard، مش اكسجين standard، مش معيار اكسجين، على طول ممكن يعمل لك كولد جازز وتخش البيبي في قصة تانية. تمام المحاضرة هذه مع الجزء الأولاني ان اتكلمنا كيف تعمل ريسوسيتيشن للبيبي نوع اللي ما عندوش يعني الهيلثي البيبي، يعني مش عنده difficulty breathing، عادي normal بيبي لقيتيه he is not breathing، على طول بتعطي اللي هي الدراينج، بعد الدراينج عملت الستيميوليشن اعيد هنستدي اجمعهن. بيبي عندك اخذتيه وحصتيه از هيز نوت بريثنج ولا في عنده هارت ريت، تاخذي البيبي بتعملي عار على طول، بتاخذي البيبي وبتعملي سكيورد للامبليكال كورد وبتاخذيه على الريسوسيتيتور على اللي هي الريسوسيتيتور وتحطي دراينج على طول، بتشيلي دراينج وستيميوليشن. ولعلمك اول خطوه قبل ما تعملي اوبن اير واي انك تعملي دراينج، وتحطي البيبي في البوزيشن اتجاهك دراينج، بتجيبي لينن تاني وهذه البيبي بعد الدراينج بتروحي تعملي اسسمنت للاربع حاجات اللي حكينا عنها. الخطوه الثانيه البيبي ناز بريذنج، على طول بدك تروحي تحطي البيبي في نيوترال بوزيشن، وهذا النيوترال بوزيشن لحاله مع الدراينج النيوترال بوزيشن لحاله كفيل انه هو يفتح لك الاير واي، واذا تاكدت الاير واي صار بريذنج تمام اعمل ري اسس للخطوات اللي بعدها. البيبي is not breathing بعد الدراينج وبعد النيوترال بوزيشن هنبدا نعمل حاجه اسمها الامبوباج، وحنشوف اللي هي ايش الامبوباج اتفقنا عليها. والامبوباج يا جماعه طبعا بدل هذا التي هي بتكون التي موجود كيف نعملها اسمها اللي هي intermittent positive pressure ventilation will commence using bag T mask or resuscitator in the hospital على طول، وهذه بيكون فيها اللي هي لازم السايز تبعها يكون مناسب ولازم يكون الطريقة اللي بنحطها مناسبة، وبصير نعطي حاجة اسمها 5 انفليشن. وال 5 انفليشن يا جماعة شو الفايدة منها؟ 5 انفليشن كل مدة انفليشن 3 سكند بطلع لك اللي هي 15 سكند، يعني أول 15 سكند بدك تعطي فقط 5 انهيليشن. ايش طبعا طريقه الهادي لازم نسمع لها بطريقه اللي حكيت عنها، سيل لازم اعتملها بطريقه كيف امسك هذه، طبعا ان شاء الله هنعتمرها مع بعض في اللاب. تعطي الانفليشن 1 and 2 and 3 ستيدي ثبات 2 and 2 and 3 2
two and two and three and two and three. Four, two, three, five, two, three. هذا بطلع لك في ال 15. وبعد كده خلصنا الخطوة هذه. بنعمل حاجة تانية. خلصت الخطوة هذه. Drying. إذا عندك اللي هي البيبي بدأ يصير breathing وبدأ in condition والهارت ريت فوق المية, give to mom. اعطيه لامه, تفضلي هاي البيبي كويس وبتبدي سكن تو سكن. اذا البيبي لاحظتي في عنده هايبر كابني, يعني مش قادر يطلع الكربون دايوكسيد, بنعطي حاجه اسمها الفنتيليشن بريث. ايش اللي بدنا نفرق, حكيت كتير ايش الفرق ما بين الفنتيليشن واللي هي الانفليشن. الفنتيليشن خلص بعد خامس مرة من الفنتيليشن مش هيكون عندي ولا في اي اير, في مش هيكون عندي ولا اي فلويد في اللنج, وانت في اللنج فتحت وحتدي فنتيليشن, والفنتيليشن بتعطيها اللي هي جيفنج ريت 30 بريث لمدة اللي هي 2 سكند. يعني في الاخر انا بدي اعطي 30 بريث في اللي هي كل واحدة مدتها 30, واحدة مدتها بتاخد اللي هي 2 سكند, عشان كده بطلع عندي اللي هي النورمال بريذنج 1 اند 2 اند 3 وهذا بطلع عندي. يعطيكم العافيه, وان شاء الله بشوف الكومنت تبعتكم. يعطيكم العافيه.